يا صباح الفلاح والعمل من الصبح اليوم دغري على العمل وقرب رمضان وشغل رمضان ونسمات رمضان سبحان الله حتى الجو تغير دغري اول ما قرب رمضان هلا آه اليوم آه انا مستعجلة كتير لانه قرب رمضان ولسه في علي كتير شغل ما عملته ورح ابلش بتفريزات رمضان اول شي رح اعمل مع هون بلشت بالمكسرات حطيت اللوز على النار لاني بياخد وقت بدي اسلقه وعندي هون مكسرات فستق وجوز وعودة وكمان لبين ما اقسم المكسرات راح احط معلقتين سمنة على النار واحط عليهم كليان لحمة لحتى يتقلو لانه بياخد وقت كمان انتو حسب الرغبة بتختاروا اللوز والجوز والمكسرات بتحبوا تستغنوا عن نوع منهم ما بأثر ابدا بس الجبنة والفطر لازم ينحطوا يعني وانا حبيت ابلش بتفريزات رمضان قبل ما احوس حوسه رمضان للمطبخ لاني يعني بدي اضمن بعد ما اخلص طبخ خلص انه مهما توسخ المطبخ ما هم راح انظفه كل شوي هون بنحركها تحريكه بحس تتمرس يعني تصير كلها ناعمه يعني تم هيك عم نمرسها كل شوي بنمرسها وهون بلشت تكسير الجوز شو بتحبوا انتم حجمه انا هيك حبيته يكون وسط اقل من الوسط يعني ما بحب هيك المكسرات تطلع في التم كتير كبيرة حجمها كبير بعدين ما بتنتشر كتير في, في الأكلة لما بتحطوها مع اللحمة وكذلك الأمر يعني مع العوجة بتنقسم بالنص وكمان نصين بنقسمه شطرين انتو حرين بتحبوا تعيفوها نصين بتحبوا تعيفوها كاملة حرين يعني بس صير كتير كبيرة وكمان هون الفطر كمان قسمته الفطر غسلته وصفيته في ناس بيقشروه في ناس بس ما بصير التنفيه ميته غسلته وصفيته كتير منيح يعني نشف بالاخير وهون بلشت تستوي اللحمة بحط لها ملح انا بحب كتير استخدم ملح الهملايا لانه كتير كتير مفيد احسن من غيره وهون شوية بهار وفلفل اسود انتو حسب الرغبة ما تكتروا كتير ملح لانه نحط لها جبنة وهي اللوز بعد ما انسلق وبعد ما شلت القشرة عنه كمان بشطره لشطرين في ناس كمان بحبوا حتى الشطرين يشترون لاثنين لحتى يصيروا هيك بشبه الصنوبر هلا هي بنحط صنوبر بس ما في غير صنوبر صيني هون بتركيا وحتى يعني الصنوبر الصيني ما ما له طعمه يعني حتى اللوز صاير بيطلع اطي يعني اطعم منه وانا حتى لشيخ المحشي عم بحط صنوبر وبقسمه بالنص كمان فبيطلعوا كتير اطيب وهلأ لازم نقلي المكسرات بنحط طواية بنقلي فيها وطواي منصفي بنصفي عليها المكسرات نصفي وطويل هذا نقلي كل شيء لحال الفستق هون شفتوه حمر شوي وخلص بكفي يعني دغري بيتقلى الفستق والعوجه نفس الشيء دغري بتتقلى وشوف شلون صارت حمراء اكثر شيء بطول هو اللوز هون طول عندي لما عم بصفي عم بحط فوق بعضه ما باثر لاني اصلا الخلطون كمان هم بساوي الفطر وما بخلي ميته تطلع منه بس هيك حسيته بلش يفرز مي بشيله عن ال... عن الطواي وهون لبين ما يبردوا المكسرات رح ابلش بالبرغل عندي هون زوجي بيعجن لي العجين البرغل عند الزلمه بحط له هبرته وملحه وكل شيء انا بفرزهم وشي نهار بفرجيكم وهون بس بطالة وبعجنها بعجنها كتير منيح بريحها وبعدين ببلش وزن لكل قطعة بدي تقريبا اربعين جرام لكل جهة يعني لاني هدول الدوائر بالاخير دا ينرقوا بالاخير يعني ما حيتموا هيك دوائر ما حاعملها بشكل درويش فرح تكون كل قطعة في قطعة مقابلة يعني القرص حيكون وزنه تقريبا 80 جرام وانا بفضله اكتر حتى كشكل مناسب اكتر يعني ما بحبون كتير يصيروا كبار بعدين بصيروا هيك حتى تقال على القلي هيك اريح شيء انه كل جهة تكون اربعين اللي بيحسن يقلل كمان يكون افضل والوزن كتير بساعد وفي ناس يعني عقولة التراكز قرار يعني انه بس عن النظر بكفي القطعة بتشبه القطعة بتيجوا على الوزن فعلا بطلع الوزن مزبوط بس انا هيك للاضمن بشوف اني خليني اوزن احسن كل شي حتى بوزنه يعني وهون مثل ما لكم شايفين بتحطوا القطعة بمنتصف كيس اي كيس عندكم ما آه بتقسموه بتحطوا القطع بين المنتصف وبتحطوا طبقة تانية من الكيس فوقه بالصحن في ناس عندهم قالب رقوا عليه يعني انا بحس هذا افضل لان القالب هداك طالع طرف سميك طرف رقيق وبتمعبره هيك وبصفن وبريحه لبين ما ترتاح ببلش بشر الجبنة اللي راح نضيفها على اللحمة آه بتحبوا تحطوا غير انواع الجبنة انا ما جربت انا حطيت جبنة اشقوان وهون ضفت المكسرات عليها وكمان بضيف الجبنة عليها هيك بخلطهم بس الفطر ما ضفته مشان اضمن يعني كل قطعة يكون فيها فطر لاني الفطر ما بجوز ما نضمن انه كل قطعة يكون فيها فطر لسه في ناس ما بتحط الجبنة يعني بحطوا لحمة لحال مكسرات لحال جبنة لحال وبس دي يحطوا بقلب القرص بحطوا من كل شيء بضيفوا للقرص انا لا هيك لقيت الجبنة بتنتشر والمكسرات بنتشروا ولحمة بتنتشر وهيك بتمزجوا مع بعضهم بس الفطر الوحيد اللي حسيت ما خرج اضمن اني ما بعرف ليش هيك لاني بحب الفطر يكون كتير كمان ايه هون بلشت تقريص الكبة اهم شي تبلوا ايديكم مي قبل ما تقرصوا الكبة بتعبوها كتير مني حتى تكون يعني بس بقيان هيك زاوية للغلق بس تتركوه بتعرموها كمان شان تتعبى يعني هلا هون زاد عندي حشوه والحشوه هاي ضبيتها بمنظم وقمت على الفريزه وهلا هي الكبه رح اصفها اول شيء ما رح احسن اصفها فوق بعضها لهيك جبت صينيه طويله وحطيت عليها الستريتش وراح اصف على الستريتش الكبه وارجع اغطي الكبه بالستريتش بس جمدت بعود بحطها فوق بعضها بحسن هون احطها يعني ارتبها فوق بعضها خلص ما بقى القرص يلزق في القرص وهون برجع بمسدها هيك بعطيها تمسيده بعطيها شكلها لاني بكون هيك ارتخت شوي واخذت شكل البلاطه او شيء كمان برجع بعدل شكله او وهيك بنكون خالصين بستناها شقد بتحبوا بتحبوا ليله كامله آه ساعتين ما بأثر مهم انه القرص اذا حطيته فوق القرص ما يأثر عليه يصير هيك مثل الحجرة لحتى لما بدكم تجوا تطالعوا ما ما يعذبكم بس ما حتحسنوا هون تحطوهم فوق بعضهم صعب وفي ناس بتحطهم فوق بعضهم بس بحطوا كياس بيناتهم وعجقة لا انا هيك بفضل بعطيهم هيك تجميدة لحالهم على كل وحدة من دون ما اعمل عجقة كتير وبالاخير بعلبة بصفهم فوق بعضهم وخلاص هلا هون بس انتوا عم بتغلفوا كتير كونوا حذرين انه ما تخبطوا شي فوق القرص قرص حاط انتوا عم الصينية وهيك بس انتبهوا ولما بدك تحطوهم بيت البوز كمان ما يعني شي يأثر عليهم مثلا شي فوق ونفضوا بيت البوز هلا هالساعتين ما بيأثر بس لبين ما ياخدوا هيك ضربة بوز يجمادول حتى تقدروا تطبقوهم فوق بعض متل ما قلت انتو انتوا شلون بتحبوا, بتحبوا بتحبوا تحطوا كياس هيك فوق بعض بس كتير لبكي يعني الموضوع بيصير أي أيوة وبس هيك وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستنوني في فيديو جديد كمان تفريزات تانية لانه ما راح اقدر اجمعهم مع بعض هيك بصير كتير الفيديو طويل عليكن اي أيوة والله وبس هيك واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين والله يجمع كل المغتربين مع احباب قلبهم <applause> أقبل قمرك بعد غياب في الجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب أقبل قمرك بعد غياب في الجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب مرحب مرحب يا رمضان بقدوم ذلك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل